كل واحد استنى حاجة من قيس سعيد. عنده عامين توا لامم لملمة واللي ثمة. شو اللي عمله قيس سعيد؟ شنو اللي خلي مواطن يفترض أنه من قادة الرأي قال صحافي كرونيكار؟ شو اللي خليه يقول بوجه مكشوف اللي قيس سعيد هدية السماء مش لينا هكا هو ولكن للإنسانية؟ شو اللي عمله قيس سعيد؟ اش عمل كي نقارنوه بمانديلا وغاندي وبورقيبة وحشاد ومعمد أهل الحامي؟ هدية من السماء. حل البرلمان بعد ما جمدوا، حل المجلس الأعلى للقضاء وعين واحد وحده وأعضاءه الكل وسحب منه الصلاحيات، هو الفاتق الناطق يعين ويعزل كما يحب وما تنجمش توقف قراراته. عمل هيئة الانتخابات وحده عينهم الكل وتوا هيئة غير قانونية بثلاثة أعضاء. حل المجالس البلدية هي خاربة وزدنا غرقنا في الطبعة، الناس في الفقر والميزيريا، الدق وصل للدربالة، جرايد وإذاعات تغفق خلاها تغرق، وعمل المرسوم 54 باش يكركرونا لكل المحاكم. إلا جماعة 100 مليار دولار والرئيس هدية من السماء ونادي عكاشة شابة مثقفة، هذوكم خط أحمر ما يتمسوش. يبعثوا لهم الكراهة بالباب الإذاعة. قال بعثته لنا السماء، ومن وقتاش السماء تبعث لنا في الهدايا؟ والمشكل حطيتنا فيه يا ولد عمي. شو المشكل اللي حطيتنا فيه يا ولد عمي؟ اقرا حساب الريح كي تشوط حتى لو الدنيا شيلي، هدية من السماء. اللي يرفض الهدية يولي كافر. السماء شاورتني بس تبعث لي الهدية، خليها عندك ما حشتيش. ما نحبش اللي يحكمني يجيني من السماء، احنا من الارض كيفنا ونحيروا فيه، ما عادش النجم نفارعوه، خلي جد عليه بعثه ربي ومش لينا برك لجميع الامم. وكي غدوة يكبش يقول لك بعثني ربي مانيش خارج، كي هو يحب ينحيني تو يهزني، اش تعمل وقتها يا سلبي؟ ارتحنا من المناشدين، طلعوا المنافقين المطبلين المذكرين، لا حشمة لا جعرة. شكون يفتي باسم السماء؟ منين ليك ربي بعث لنا قيس سعيد؟ جاك تليجرام من فوق قالك هو؟ لا محالة. ما نستغرب شيء في بلاد قال فيها للحاكم شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هذه اتقالت عنا للمعز لدين الله الفاطمي. وصلتنا رغم لا ثم إذاعات لا لايف لا انستغرام لا تيك توك، توا بالبروفة اللي يقول كلمة تقعد تتبع فيه طول حياته، بعد ما ماتوا تتبع أولاده ونسله وذريته. شدوا في كلامكم، قلت قيس سعيد بعث ربي من السماء للبشريه مش لينا احنا برك. اما اش عمل لنا لينا احنا قبل لا يدز الخير على الانسانيه بكلها؟ ماذا بيا نعرف قداش بنا من مدرسه او كليه، قداش خلق من موطن شغل، قداش من دوله نحات الفيزا على التوانسه، قداش مستثمرين جاونا في العامين الاخرانيين، قداش جاب فلوس الميزانيه الدوله تدخلاته بعلاقاته. دول الخليج اذا ما تحكيش انت مع الملك مع الامير مع الشيخ ما تاخو شيء. هاو قابل محمد بن زايد في ايطاليا فمش حاجه، ولا ناوي نبيل عمار يطلب منهم ما يعطيوش شيء، يحبوا يسمعوا منك انت. اش عملت كياسات؟ قداش من طياره شرينا او كمندينا؟ قداش من كيلومتر صلحت مسالك فلاحيه؟ قداش من كار جديده شريت شركه النقل؟ قداش من كيلومتر سكك حديديه تعمل؟ قداش من سكانير تشريت في العامين الاخرانيين؟ سبيطار الرديف اللي غاضك حاله نار 25 جويليه 21 شو تبدل فيه؟ ولاو فيه طبة الاختصاص الانعاش فيه يرام؟ هل في باله الرئيس انه سبيطار وسيله بورقيبه؟ الماموغرافي الماكينه عاد ما عندها عام ونص. قداش يبعد السبيطار على وزاره الصحه؟ وينه الوزير؟ الرئيس مش زار سبيطار رابطه اكثر من مره ولفت نظر وقال يجي ويسكروا في السبيطار؟ هذه قالوا له عليها اما ما نبهوش. الماكينه عادمه من عام ونص، ما سمعش الرئيس اللي سرطان الثدي اكثر انواع السرطان انتشارا بننسى في تونس. هل يعرف الرئيس انه الحكايه في السبيطار
ب 15 دينار والبرة ب 150 دينار. منين ليها المرأة الزوالية؟ كيفاش ماكينة عادمة عندها عام ونص كل عام 3500 إصابة بسرطان الثدي؟ كيفاش تحبوه الكشف المبكر والماكينة عادمة في وسيلة بورقيبة من عام ونص يا أبو قلب؟ كيفاش نشدوا الصف على الخبز من 7 متاع الصباح ومن بعد تقول لي محتكرين؟ شكونهم وانت وحدك الدولة تورد في القمح؟ كيفاش زيت الحاكم مفقود على طول العام وانت وحدك تورد الزيت؟ كيفاش البن والسكر والروز ما فماش وانت وحدك توردهم؟ كيفاش الدخان انت تصنعه وانت تورده؟ واللي كان شد الجمرك جبته بجنبك عينته مدير عام بعد دراسة الاستراتيجية، سألته كيفاش الدخان يتباع بأكثر من تسعيرته والدولة بكلها تتفرج؟ بعد عامين من 25 جويلية رئيس الجزائر هاي بجنبنا يدور في قطر في روسيا في تركيا في الصين يستقبلوه استقبال كبار الزعماء، واحنا رئيسنا في قمة عاملتها ميلوني الروح، رئيسنا يقول فقرة في خطابه قال كتبتها واني جاي في الطيارة. علاش هاني شاكر دند النغمة في الطيارة؟ خطاب الرئيس يتراجع مرات ومرات من المستشارين متاعه كل كلمة بحسابها. كيفاش الرئيس يقول كتبه في الطيارة وكيفاش يقولها قدام الرؤساء؟ 25 جويلية اليوم ماهيش عيد الجمهورية، هي العطش والفقر والقلق والحاجة والكساد والخنقة وزيد سخانة من السماء وحرايق في الوطاء. تحب تمشي تعوم ما تنجمش، أقل وتيل الليلة أنت ومرتك وأنت وراجلك ب 300 دينار. اللي في سيدي حسين كيفاش يوصل له الشط؟ فانا ظروف يتنقل، بنا وسيلة نقل، فكرش فيه حد اش ياكل وبقداش يشري دبوسة الماء على البحر. 25 جويلة اللي يفترض عيد الجمهورية، لا هو عيد ولا ثم جمهورية اصلا. ولينا نتسائلوا هل احنا دولة؟ أو انا مع بعضنا كان ثم حاجة توا تضرب طبيعتها.